مسرح الجريمة، جريمة قتل عون الأمن محمد علي التجاني بمفترق منزل بورقيبة المحاذي لمصنع الفولاذ، وإصابة عون أمن آخر بذات المكان بعد أن أطلق مجهولون وابلا من الرصاص عليهما ليلة الخميس على الساعة 10:30. امبارح الساعة 10:30 متاع الليل، سيارة مكرية من نوع سامبول هجمت على الأعوان الموجودين بالحراسة هناك الدورية بتاع الليل. كانوا هما 3 أعوان، إنه زوز الداخل في وسط المقر ذاك اللي ورايا يتعشاو ياكلوا فهم، والأخر البرا هاجموهم بسلاح كلاشينكوف، قتلوا عون، وعون الآخر مازال الآن يخضع في تحت عملية جراحية، والثالث اللي كان عنده سلاح شتاير حب يرد الفعل. يا اخي حسب المعلومات اللي ما خدمتوش البندقيه اللي عنده، الرشاشه اللي عنده. لم تجف دماء شهداء الحرس الوطني في سيدي بوزيد حتى سالت دماء جديده في منزل بورقيبه. تفاصيل الحادثه اكدت ان من نفذ العمليه كان على علم مسبق بتحركات اعوان الامن لحظه بلحظه. طلعنا هنا نقول عاون مطايش في الكاريت هذه متوفي فهمني، ونعاون الاخر يصيح حازتو كرهت الفولاذ هي اللي سحبته، وهي اول قبل الحمايه والواحد. عرفنا ان السيد هذا يتوفى، انا مش اي برغو. اجواء الحزن والمراره خيمت على مدينه منزل بورقيبه، تجمعات هنا وهناك تستنكر الجريمة وتؤيد الأمن الوطني وتطالب بالقبض على القتلة. ناس تخدم على أرواحها، فهمتوا لي، ناس غدروهم، معناتها فهمتوا لي، أنا مانيش فاهم، فهمتوا لي التنظيم هذايا، فهمتوا لي إلى متى باش نقعد؟ يلزم الناس الكل تتوحد والناس الكل تاخذ يد واحدة، ويلزم فهمتوا لي المواطنين نتاع تونس كلهم فهمتوا لي يقفوا يد واحدة، فهمتوا لي، لمقاومة الإرهاب هذايا ومقاومة فهمتوا لي الظاهرة اللي جديدة علينا وعمرها ما كانت عنا. أسفرت عمليات التمشيط عن إيقاف عدد من المشتبه فيهم، معلومات تروج هنا وهناك بشأن القبض على الإرهابيين الذين أطلقوا النار على أعوان الأمن، رفضت الجهات الأمنية الرسمية تأكيدها. حادثة منزل بورقيبة لفتت النظر إلى الظروف القاسية التي يعمل بها رجال الأمن في غياب أدنى ضمانات السلامة. إرهاب لا دين له، لكنه برائحة الدم وبطعم المرارة. إرهاب يصفع تونس كلما تقدمت أكثر في مسارها الانتقالي، غاية مرتكبيه إغراق الديمقراطية الناشئة في بحر من الفوضى. منيرة شريفي، قناة المتوسط، منزل بورقيبة.